دلوقتي هنراجع على هنحل اه هنحل الساعة 10، يعني الحل هنخليه الساعة 10 في آخر اليوم كده. دلوقتي احنا بنراجع بس على الإحساس زي ما اتفقت معاكم في الحصة اللي فاتت، خدنا نص الإحساس ودلوقتي هناخد النص التاني بإذن الله. طيب ايه اللي هنراجعه؟ هنراجع الجهاز العصبي المركزي وجزء من الجهاز العصبي الطرفي بإذن الله لو لحقنا. طيب الجهاز العصبي المركزي احنا المفروض عارفين ان هو بيتكون من حاجتين، المخ والحبل الشوكي. طيب هندخل على طول في المخ علشان الوقت يعني نلحق نتكلم كمان على الجهاز العصبي المركزي قصدي الطرفي، بيكون معانا وقت كبير نتكلم عن الجهاز العصبي الطرفي. طيب اولا المخ اللي هو الدماغ، احنا عندنا ثلاث مكونات للدماغ، دماغ امامي، دماغ متوسط او الاوسط، والدماغ الخلفي. هنبدأ بالدماغ الامامي. الدماغ الامامي هيتقسم لثلاث حاجات، القشرة بتاعة المخ او القشرة المخية، والمهاد، والمنطقة تحت المهاد، منطقة المهاد والمنطقة تحت المهاد. هنبدأ بالدماغ الامامي. يعني دلوقتي بفصص لك اللي احنا هناخده، احنا هناخد المخ ثلاث حاجات، دماغ امامي اوسط خلفي. هناخد الامامي في ثلاث حاجات، قشرة المخ، المهاد، تحت المهاد. طيب الدماغ الامامي واول حاجه فيها هي قشره المخ او نصف كره المخ. قشره المخ فيها خمس فصوص، اول فص وهو الفص الجبهي، تاني فص وهو الفص الجداري، ثالث فص وهو الفص القفوي، رابع فص هو الفص الصدري، خامس فص هو الفص الجزيره. وده مش بيبان عندنا في الرسمة. طب هو ليه مش بيبان في الرسمة؟ علشان هو بيتغطى بالفص الجبهي والجداري، يعني الفص الجزيرة ده موجود في النص ما بين الجبهي والجداري، فاحنا مش بنشوفه. لو شلنا الجبهي وشلنا الجداري هنبدأ نشوف فص الجزيرة. طيب نبدأ نشوف كل فص بيعمل ايه في حياتنا، يعني ايه الأهمية بتاعته. الفص الجبهي واللي هو اول واحد أو الاول، هو الفص الجبهي ده موجود فين؟ موجود في منطقه الجبهه. طب منطقه الجبهه دي فين يا مس في وشي؟ موجوده عند القوره، منطقه القوره دي اسمها الجبهه. فانت دلوقتي لو حاطط ايدك على قورتك فانت حاطط ايدك على الفص الجبهي من المخ. الفص الجبهي ده بيقع بيه او بيقع فيه مراكز الحركات الاراديه ومراكز الذاكره والنطق. طب تعالى كده نفصصها علشان تفتكرها في الامتحان. انا دلوقتي كهبه، تمام، مدرسه وبتدرس، بعمل ايه؟ اول حاجه انا بفتكر المعلومه في دماغي، صح؟ صح. يبقى الذاكره، انا بتذكر، يبقى انا جبتها بالجبهي. تاني حاجه انا بنطق بتكلم، يبقى انا عملتها برضو بالجبهي، الكلام اللي انا المفروض اقوله لكم بالجبهي. اتكلمت نطقت برضو بالجبهي، وبكتب بالقلم. أنا لو هشخبط لكم فدي حركة إرادية، أنا عملت الشخبطة دي بإرادتي، أو أنا كتبت الكلام ده بإرادتي. يبقى تاني أنا عملت إيه دلوقتي؟ عملت ثلاث حاجات، أنا بفتكر علشان أقدر أقول لكم الكلام ده، بتكلم يعني بنطق، وبكتب أو حتى ببص في الكتاب أو ببص على الشاشة أيا كان، فأنا بعمل ثلاث حاجات، وكل التلاتة اللي أنا قلتهم دول أنا عملتهم بالفص الجبهي. دلوقتي الجبهي ده مسهب. طيب كويس جدا. بعدها قال لي الجداري، هنحط ايدينا على الجبهي، هنرجع لورا شوية هنلاقي الجداري. طيب الجداري ده بيعمل ايه؟ قال لي ده في عدد كبير جدا من الوظائف الحسية، او بيتحكم في عدد كبير من الوظائف الحسية. زي ايه؟ قال لي مثلا لما انت تحس بالحرارة او بالبرودة او الضغط او اللمس. يعني دلوقتي الجو مثلا حر فانا حرانة، طب انا حسيت بالحر ده ازاي؟ حسيت بالجداري. طيب لو حد جه دلوقتي ولمسني فانا هحس باللمسه دي من الجداري. طيب انا مسكت القلم اللي انا بكتب لكم بيه ده وغرسته في ايدي او ضغطت على ايدي، الضغطه دي انا حساها منين؟ حساها من الجداري. يبقى الجبهي بتكلم بيه، بعمل نطق، بعمل حركات اراديه، احرك دراعي، رجلي، راسي، ايا كان، بفتكر اللي هي الذاكره. انما الفص الجداري بحس بالحراره والبروده والضغط واللمس. طيب القفوي، هننزل كمان تحت شويه من الجداري هنلاقي القفوي في منطقه القفا بالظبط كده. طيب القفوي ده بيعمل ايه؟
اللي بيتحكم في حاسة البصر، موجود في المراكز اللي بتتحكم في حاسة البصر. طيب الصدغي، الصدغي ده موجود فين؟ عند غدودك كده بالظبط، دي منطقة الصدغ. طيب الصدغ بيعمل ايه؟ قال لي كل المنطقة اللي عند الخدود. طب ايه الحواس اللي موجودة عند غدودي، او ايه الاعضاء اللي بتعمل حواس عند غدودي؟ عندي 3: مناخيري، وداني، بقي. والتلاتة ليهم وظائف: شم، مناخيري، بتذوق ببقي، وبسمع بوداني عند الخدود. يبقى تاني الصدغي في المنطقة بتاعة الخدود، هنقسمها كده هنلاقي عندي ودان، مناخير، بق. يبقى التلات حواس بتوع التلات مناطق دول في الصدغ: بتذوق، بشم، بسمع. طب القفوي اللي ورا، لا ده ليه علاقة بالبصر. طيب الجداري اللي هو عند شعري كده، ده بيعمل ايه؟ ده ليه علاقة بكل الأحاسيس اللي أنا بحسها من برودة وحرارة وضغط ولمس. طيب الجبهي اللي عند راسي ده بيعمل ايه؟ افتكرني على طول، مس هبة، بتفتكر، بتتذكر، بتتكلم، بتنطق، وبتعمل حركة إرادية، بتكتب على الشاشة. في أي مشكلة في ال4 فصوص دول؟ طيب زي الفل، كمل. الجزيرة ما ادكش الأهمية بتاعته خالص، ما ادكش الأهمية بتاعته. بعد كده هندخل، الله يخليك يا علياء، بعد كده هندخل على منطقة المحاد ومنطقة تحت المحاد. هيجي زي أي حاجة انتوا امتحنتوها، أسئلة بسيطة بإذن الله، هتكتبوا اللي انتوا فاهمينه، مش لازم تكتبوا الحاجات اللي هو مكتوبة بالظبط في الكتاب، طول ما انتوا فاهمين هتقدروا تكتبوا. تمام. طيب منطقة المهاد فين؟ اهي دي كده منطقة المهاد. طيب فين المنطقة تحت المهاد؟ اهي. طيب في سؤال تقريبا جبته لكم انتم امبارح او البرايفت مش فاكرة، السؤال كان بيقول الغدة النخامية موجودة فين، وكانت الإجابة تحت منطقة المهاد. ادي الغدة النخامية. يبقى تاني بالترتيب، منطقة المهاد دي اول حاجة، تحتها على طول منطقة تحت المهاد اللي تحت النخامية. يبقى لو جالي مكان الغدة النخامية هختار ايه؟ هختار ان هي تحت منطقة تحت المهاد. كويس، نبدأ بمنطقة المهاد. بيعمل ايه المنطقة دي، او ايه الوظيفة بتاعتها؟ اي بتنسق السيالات العصبية الحسية اللي بتوصل للقشرة المخية. يعني ايه بتنسق السيالات العصبية الحسية؟ يعني اي سيال عصبي المفروض مثلا ماشي في الاتجاه ده، وفي سيال عصبي ماشي في الاتجاه ده، وفي سيال عصبي ماشي كمان بالمنظر ده. فانا مش عايز السيالات العصبية دي كلها تدخل في بعضها، عايز انسقها. طيب مين اللي هينسق لي السيالات دي؟ قال لي منطقة المهاد هتنسق مرور السيالات العصبية، ما عدا، عشان ممكن يجيب لك ما عدا دي، ما عدا الشم. يبقى منطقة المهاد ملهاش علاقة بحاسة الشم، ملهاش علاقة خالص، ولا ليها علاقة بالسيال بتاعها. طيب بعد كده المنطقة اللي بعدها، منطقة تحت المهاد، ليها علاقة بإيه؟ قال لي هي بتتحكم في كتير من الأفعال الانعكاسية. من هنا بقى نبدأ نركز، الأفعال الانعكاسية. طيب الأفعال الانعكاسية دي زي إيه؟ قال لي زي مثلا الجوع، جعانة، شبعت، أنا جعانة، كلت، شبعت، يبقى ده فعل منعكس. طيب عطشانة، شربت، شبعت، يبقى جعانة، شبعت، ده فعل انعكاسي، عطشانة، شربت، فشبعت. طيب تنظيم درجة الحرارة لما يكون الجو حر جدا، تمام، وأبدأ أعرق، يبقى ليها علاقة بفعل منعكس. طب ثانية واحدة كده يا مس، علشان في حاجة دلوقتي ممكن أربطها بالإخراج والجلد. يعني يا مس أنت قلتي الصبح أنا عندي الغدة العرقية، صح، وكان في شعيرات دموية، صح. هي الشعيرات الدموية دي كان فيها دم، الدم ده المفروض بيروح للغدة العرقية، والغدة العرقية بتاخد الدم أو المواد اللي موجودة في الدم وتخرجها في صورة عرق. طيب مين بقى اللي خلى الشعيرات تروح ناحية الغدة العرقية وتديها المواد دي، ومين اللي قال للغدة العرقية ان هي اصلا تستخلص المية والاملاح والفضلات النيتروجينية؟
قال لي خدت الأمر من منطقة تحت المهاد. يبقى لو جالي سؤال وقال لي العرق بيخرج بسبب ايه، ويديني اختيارات: الغدة العرقية، منطقة المهاد، الغدة العرقية، منطقة تحت المهاد، الغدة العرقية، الدماغ الأوسط. يبقى الغدة العرقية ومنطقة تحت المهاد، يبقى العرق بيطلع بسبب حاجتين: إن منطقة تحت المهاد إدت إشارة للغدة العرقية، فالغدة العرقية عملت إيه؟ أخدت المية والأملاح والمواد النيتروجينية أو الفضلات النيتروجينية وطلعتهم على الجلد. طيب، وكمان معاهم النوم. يبقى أنا دلوقتي خلصت إيه؟ خلصت الدماغ الأمامي. الدماغ الأمامي فيها إيه؟ فيها القشرة بتاعة المخ بالخمس فصوص بتاعها، وعرفنا كل الوظائف بتاعتهم. وبعد كده دخلنا على منطقة المهاد، وقلنا إن هي بتنسق لي السيالات العصبية اللي ماشية بس ما عدا الشم. وبعدها دخلنا على منطقة تحت المهاد، وقلنا إن هي بيها مراكز بتتحكم في الأفعال الانعكاسية، زي مثلا الجوع، الشبع، العطش، تنظيم درجة الحرارة. واتكلمنا عن تنظيم درجة الحرارة دي، إن العرق ليه علاقة بحاجتين أو بيخرج بسبب حاجتين: منطقة تحت المهاد بتدي إشارة للغدة العرقية، وبكده أقدر إن أنا أعرق وأعمل تنظيم لدرجة حرارة الجسم بتاعي. ندخل بعد كده في تالت حاجة، وهي الدماغ الأوسط. الدماغ الأوسط ده بيعمل كذا حاجة وكلهم ليهم علاقة ببعض. إزاي؟ قال لي هو في مراكز عصبية كتير بتحافظ على التوازن العام، خدوا بالكم من العام، للجسم. يعني إيه التوازن العام للجسم؟ توازن عام يعني مثلا كمية المية، كمية الأملاح، درجة الحرارة، الاسموزية، مثلا الفيتامينات، كل الحاجات دي اسمها توازن عام للجسم. يبقى الدماغ الأوسط ليه علاقة بإيه؟ في مراكز ليها علاقة بحفظ التوازن العام بالجسم. طيب، وفي كمان حاجة إيه؟ في مراكز ليها علاقة بالسمع والبصر، وليه علاقة بالأفعال الانعكاسية. يبقى أنا دلوقتي قلت حاجتين ليهم علاقة بالأفعال الانعكاسية، نجمعهم مع بعض: تحت المهاد ليها علاقة بالأفعال الانعكاسية، والدماغ الأوسط ليها علاقة بالأفعال الانعكاسية، لكن ليها علاقة بالأفعال الانعكاسية السمعية. مش فاهم يا مس الحتة دي أو مش فاكر. تعالوا كده نتكلم مع بعض. لو أنا بعدي الطريق، تمام، أنا خارجة من بيتي وهعدي الطريق، فأنا وبعدي الطريق سمعت صوت عربية بتزمر لي، تعمل لي بتزمر عادي علشان ما تخبطنيش. فأنا رجعت لورا، بس أنا ما شفتش العربية، أنا بس سمعت صوتها، سمعت إن الشخص ده بيزمر لي، بيقول لي ابعدي، فأنا بعدت. هل أنا شفت العربية؟ ما شفتهاش. طيب، يبقى ده الدماغ الأوسط ليه علاقة بالأفعال الانعكاسية السمعية. طب منطقة تحت المهاد يا مس ليها علاقة بالأفعال الانعكاسية بس يعني محصورة في خمس حاجات: جوع، شبع، عطش، تنظيم درجة الحرارة، والنوم. طيب، ندخل على اللي بعده، الدماغ الخلفي. الدماغ الخلفي ده فيه ثلاث حاجات. خلينا نجيب الصورة بتاعته أهو. بسم الله. فيها ثلاث حاجات: المخيخ اللي هو ده اهو، ده كده مخيخ، ونخاع مستطيل اللي هو ده، وبعد كده في قنطرة فرل موجودة هنا. يبقى مخيخ، قنطرة فرل، ونخاع مستطيل. ناخد بالنا من المخيخ ده بقى علشان مهم جدا جدا جدا. بسم الله. أول حاجة، هو بيحافظ على توازن الجسم. في فرق ما بين التوازن العام اللي كان في الدماغ الأوسط، وفي فرق ما بين توازن الجسم. يعني إيه توازن الجسم؟ هو قال لي توازن الجسم بالتعاون مع الأذن الداخلية وعضلات الجسم. إزاي بقى يا مس؟ بص يا سيدي، لو أنت أهو، تمام،
وفي حد جه وهيزقك، خليه يقرب شوية، تمام اهو، وهيزقك وكمان بيضربك برجله، فانت المفروض هتقع الناحية التانية، المفروض هتقع. طيب ممكن يعني ان شاء الله ده يحصل يعني وما تقعش. طب ازاي انت ما وقعتش او مسكت نفسك وما وقعتش؟ قال لي في ودنك موجود فيها سائل، السائل ده انت بتتحرك الجهة دي فهيتحرك معاك، زي بالظبط لو انت مسكت ازازة، تمام، والازازة دي حركتها مثلا ناحية اليمين هتلاقي المية راحت ناحية اليمين، طب هات الازازة وحركها ناحية الشمال هتلاقي راحت ناحية الشمال. زي البالونة، لو انت جبت بالونة ومليتها مية وجيت تميل البالونة هتلاقي المية بتروح في الاتجاه اللي انت بتميله فيه. بالظبط زي الودان، السائل ده لو انت رحت ناحية اليمين هيروح معاك ناحية اليمين، لو رحت ناحية الشمال هيروح معاك ناحية الشمال. طيب السائل حس ان انت رايح ناحية وبتتزق، ما هو برضو في صدمة، يعني انت مثلا انت لو دلوقتي عايز تروح ناحية اليمين هل دي صدمة؟ لا، وعملت الحركة. طب لو حد زقك دي صدمة. طيب دلوقتي السائل راح الناحية دي، فايه اللي بيحصل؟ يبدأ السائل المخيخ بتاعك، يقوم المخيخ يعمل ايه؟ يدي اشارة لعضلات رجلك ويقول لها اثبتي، انا عايز العضلات تقوى وتنقبض وتقف مكانها وتديني رجوع لورا علشان ما اقعش الناحية اللي بتزق فيها. يبقى تاني، انت لو دلوقتي حد بيزقك، تمام، اللي بيحصل السائل بيروح ناحية الزقة او الاتجاه اللي انت بتتزق فيه او بتقع فيه، فاول ما بيتحرك بيدي اشاره للمخ، قصدي المخيخ، الحقنا ده في حد بيزقني او انا بقع، فيعمل ايه المخيخ؟ يدي اشاره لعضلات رجلك ودراعك، اي عضله بقى انت مش عارف تتحكم فيها يديها اشاره اثبتي علشان تلحقينا. فمثلا ايدك تزند على حيطه او تزند على العربيه او تزند على صاحبك او تمسك في الارض بدل ما دماغك تقع على الارض وتتفتح، تعمل اي حركه، المهم ان انت تاخد بالك من نفسك. المخيخ فيه أي مشكلة؟ تمام. طيب الرسمة جامد، الله يكرمكم والله، هو يزقني ليه أصلا؟ طب نكمل. بعد كده قنطرة فرل، قنطرة فرل والنخاع المستطيل، النخاع المستطيل. قنطرة فرل مع النخاع المستطيل الاثنين مع بعض بيوصلوا السيالات العصبية من الحبل الشوكي للمخ والعكس، يعني مثلا ادي المخ، تمام، وده الحبل الشوكي، قنطرة فرل والنخاع المستطيل بالظبط موجودين هنا كده، فبياخدوا الإشارة من الحبل الشوكي يودوها للمخ، وياخدوا الإشارة من المخ يودوها للحبل الشوكي، بالظبط موجودين في المنطقة دي، بياخدوا الإشارات من فوق لتحت ومن تحت لفوق عادي جدا. طيب بعد كده بدأ يتكلم على النخاع المستطيل لوحده، وده أهم جزء موجود حرفيا. ليه بقى؟ قال لي ليه علاقة بالمراكز الحيوية في جسمك. يعني إيه حيوية؟ كلمة حيوية يعني الحياة، ليها علاقة يا إما بالحياة يا إما بالموت. طيب إيه اللي في حياتنا او ايه اللي مخلينا اصلا ناس عايشه؟ اول حاجه بنتنفس، النفس، تاني حاجه الدم، النفس بتنفس والدم بتاعي بيمشي في الاوعيه الدمويه. طيب انا بقى لو ما عنديش نخاع مستطيل او النخاع المستطيل ده اتضر، ايه اللي بيحصل؟ النفس ده خلاص في الباي باي والدم بيتوقف، فالشخص ده اكيد هيموت. عشان كده لو جالي سؤال، تمام، وقال لي الأشخاص اللي بيتعدموا شنقا، الإعدام شنقا، بيأثر على إيه؟ بيأثر على النخاع المستطيل فورا، هو بيستقصد أصلا النخاع المستطيل، بيلفه الحبل هنا كده، تمام، فلما الشخص ده بينزل بسرعة النخاع المستطيل بيتكسر، فأول ما بكسر النخاع المستطيل الشخص ده لا بيتنفس ولا الدم بيشتغل، فخلاص الشخص مات بدون ألم بدون إحساس بدون أي حاجة خالص. وفي حاجة عبيطة يعني البلع والقيء والسعال والعطس، لكن دول طبعا أهم حاجة، التنفس والحركة المنظمة للأوعية الدموية.
كده بنكون خلصنا المخ. في أي مشكلة في المخ؟ ندخل بقى على النخاع الشوكي. فل قوي. بسم الله. النخاع الشوكي. النخاع الشوكي ده فيه شوية قنوات. النخاع الشوكي موجود فين؟ موجود في قناة توجد داخل الفقرات. يعني ايه يا مس؟ تعال نشيل الصورة دي نبعدها شوية. تمام. وده كده العمود الفقري بتاعك. تمام. العمود الفقري ده اكيد فيه فقرات، من اسمه عمود فقري فيه فقرات. فدي مثلا نعتبرها فقرات، هي طبعا مش بالشكل ده بس اهو بنعتبرها ان دي فقرات. كل فقرة من الفقرات دي بيكون فيها خرم او فيها قناة كده. الحبل الشوكي علشان يقدر يمر جوه العمود الفقري لازم يمشي في القناة دي. تاني، انا عندي عمود فقري فيه فقرات، كل فقرة من الفقرات فيها قناة. القناة دي اللي هي باللون الاخضر، خلينا نكتبه باللون الاخضر برضو. القناة اللي باللون الاخضر دي بسميها قناة عصبية. طب كويس، وادي النخاع الشوكي هيمشي كده جوه القناة العصبية او القناة الشوكية، خلينا برضو نكتبها شوكية. شوكية. وبعدين قال لي النخاع الشوكي بقى اللي باللون البنفسجي ده، تمام، مجوف وفي قناة تانية. يبقى انا ممكن اعمل ده كده اهو، وان هو فيه اخرام بالمنظر ده او فيه خرم. لو انا بصيت له من فوق هلاقي ان هو مجوف من الداخل. القناة اللي فوق دي بقى هسميها قناة مركزية. عشان كده فرقت لكم ما بينها عشان ممكن تيجي في الامتحان. يبقى القناة اللي موجودة في الفقرة نفسها في العمود الفقري نفسه اسمه قناة عصبية شوكية. اسمه قناة عصبية شوكية. طيب بعد ما يمر الحبل الشوكي، الحبل الشوكي ده مجوف وفي قناة. طب القناة دي اسمها ايه؟ اسمها قناة مركزية. تاخدوا بالكم من الاسمين دول، هيلخبط ما بين الاتنين دول. وبعدين قال لي بقى انا عايزة اشوف الحبل الشوكي من جوه. تمام، اهو ادي القناة المركزية اللي انا قلت لكم عليها، اهي في النص، اهي في خرم في النص، وفي طبقة داخلية اللي هي بسميها الرمادية اللي على حرف H بالمنظر ده، وفي طبقة خارجية اللي أنا بسميها الطبقة البيضاء أو المادة البيضاء. طيب المادة البيضاء دي افتكروا كده معايا، مين المادة البيضاء اللي احنا خدناها في الإحساس؟ مادة بتكون موجودة على المحاور. طب الميلين ده موجود في المحور زي ما أنا قلت. طيب فبالتالي المفروض نحفظ او نفهم ان المحور بتاع الخلية العصبية موجود هنا كده، يبقى موجود في الطبقة الخارجية. يبقى لو جه سألني قال لي الطبقة الخارجية او المادة البيضاء قوامها من انهي حتة في الخلية العصبية؟ هتقول له من الالياف العصبية او المحور. طب لو جالي مثلا علل ليه المنطقة البيضاء لونها ابيض، هقول له علشان مادة المايلين الدهنية وهي لونها ابيض، وبالتالي فالطبقة الداخلية قوامها من الألياف العصبية. طيب بقيت بقى المنطقة اللي هي المنطقة الداخلية الرمادية، قال لي هيكون فيها الجسم بتاع الخلية، هيكون فيها الزوائد الشجيرية وخلايا الغراء العصبي. يبقى الطبقة الداخلية هي المادة الرمادية وفيها أجسام الخلايا والزوائد الشجيرية. طب المادة الخارجية أو الطبقة الخارجية هي مادة لونها أبيض، وافتكر انهي مادة باخدها لونها ابيض؟ خدت المايلين بس، والمايلين ده موجود فين؟ موجود في المحاور اللي هي الالياف العصبية. يبقى المادة البيضاء بتتكون من الالياف العصبية. تمام. ندخل بقى على، انا كده خلصت الحبل الشوكي، في اي مشكلة عشان ندخل على الجهاز اللي بعده عشان نلحق؟ تمام نكمل.
ما فهمتش ازاي افرق ما بينهم. تاني، المادة الرمادية، المادة الرمادية اللي هي لونها رمادي، فيها الجسم بتاع الخلية، فيها الزوائد الشجيرية، يبقى الجسم بتاع الخلية والزوائد الشجيرية. طب المادة البيضاء لونها ابيض، المادة البيضاء لونها ابيض، طب ليه لونها ابيض؟ علشان فيها المايلين. طب المايلين ده موجود فين؟ موجود في المحاور بتاعة الخلية العصبية. تمام. طيب ممكن اشرب مية؟ استأذنكم بس اشرب مية. ندخل بقى على الجهاز العصبي الطرفي. انا عارفه ان انا ما شرحتوش في العام، فعشان كده عايزه اراجعه. ماشي. الجهاز العصبي الطرفي، او خلينا نتكلم كده على الجهاز العصبي اولا. الجهاز العصبي اصلا عباره عن جهازين، جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. صح. طب الجهاز المركزي ده عباره عن مخ وحبل شوكي. حلو. المخ علشان يدي الإشارة لبقية الجسم لازم يمشي، أو لازم الإشارة دي تمشي في أعصاب. طيب والحبل الشوكي علشان يدي الإشارة للجسم لازم يمشي الإشارة دي في أعصاب. طيب الأعصاب اللي خارجة من المخ هسميها أعصاب مخية، والأعصاب اللي خارجة من الحبل الشوكي هسميها أعصاب شوكي. حلوة أوي. أي الأعصاب المخية والأعصاب الشوكية دي هي الجهاز العصبي الطرفي. يبقى لو جه سألني قال لي ايه هو الجهاز العصبي الطرفي، هقول له هو الأعصاب المخية، أو الأعصاب اللي بتخرج من المخ، والأعصاب اللي بتخرج من الحبل الشوكي. طيب ايه عدد الأعصاب المخية؟ العدد بتاعهم 12 زوج، يعني 24 عصب. والأعصاب الشوكية 31 زوج، يعني 62 عصب. طيب نبدأ بقى نشرح الصورة. احنا كنا اتكلمنا في السلايد اللي قبلها عن الحبل الشوكي، وقلنا ان الحبل الشوكي ده فيه منطقة رمادية اللي هي المنطقة الداخلية، وفي منطقة بيضاء اللي هي المنطقة الخارجية. طيب انا هكلمك دلوقتي على المنطقة الرمادية. المنطقة الرمادية اللي هي على شكل حرف H بالمنظر ده، كده عندها قرنين. يعني ايه قرنين؟ ده وده، دول كده اسمهم قرنين، وده وده برضو اسمهم قرنين. اتنين ظهريان واتنين بطنيان. تاني، اتنين ناحية ظهرك. انت لو وقفت كده تمام وحطيت ايدك على العمود الفقري بتاعك، الفقرات بتاعتك ليه اتجاه ناحية ظهرك واتجاه ناحية بطنك. الاتجاه اللي ناحية ظهرك هما اتنين قرنين ظهريان، والاتجاه اللي ناحية بطنك هم قرنين بس بطنيان. كويس جدا، نشيل بقى الكلام ده كده نشوف الصورة. ادي قرنين ظهريين وادي قرنين بطنيان. هنشوف بيطلع من كل واحد فيهم ايه. اولا انا لو حطيت هنا كده صباعي تمام، وجبت شمعة، والشمعة دي اكيد بتطلع نار، يعني مش هتطلع سمبوسه، في حرارة. صباعك ده هيحس بالحراره. هيحس بالحراره ازاي؟ اكيد بخليه عصبيه حسيه مس. تمام، ادي الخليه العصبيه الحسيه اللي باللون الاصفر. هتاخد الاشاره اللي هي جايه من المؤثر، هتاخدها وتدخل بيها على المنطقه الرماديه اللي موجوده في الحبل الشوكي. كويس. وبعدين المفروض ان احنا عارفين علشان الاشارة توصل من الخلية العصبية الحسية للخلية العصبية الحركية لازم تمر بخلية عصبية موصلة. فالخلية العصبية الحسية تدي الاشارة للخلية العصبية الموصلة. كويس جدا. وبعدين الحبل الشوكي يبدأ يدي اشارة للعضلات. طب هيديها ازاي؟ قال لي لما تمشي في الخلية العصبية الحركية. تمام، ادي الاشارة ماشية. طب الخلية الحركية دي تكون أصلا راحة فين؟ قال لي راحة على مكان العضلة. إيه هي العضلة؟ اللي هو دراعك. لو أنت حاطط صباعك فهو هتروح لدراعك، ويبدأ العضلة بتاعة دراعك تنقبض علشان تبعد صباعك ده عن الشمعة. يبقى تاني سريعا، أنا حاطة صباعي على الشمعة، هيمشي فيها سيال عصبي في الخلية، تديها
الموصلة، الموصلة تدي الإشارة للحبل الشوكي، يدي أمر للخلية العصبية الموصلة قصدي الحركية، وتوديها للعضلة، العضلة تعمل انقباض. أكيد أنتوا عارفين ده، فأنا عايزة أراجع حتة تانية. إيه الحتة التانية؟ إن أنا عندي حاجة اسمها جذر ظهري وجذر بطني. الجذر الظهري ده أكيد طالع من القرنين الظهريان، ما دام ظهري طالع من القرنين الظهريان، تمام كويس جدا. وجذر بطني طالع من القرنين البطنيان، حلوة قوي. الجذر الظهري لو انتوا تلاحظوا ماشي فيه خلية عصبية حسية، أو الجذر الظهري ماشي، والجذر البطني ماشي فيه خلية عصبية، جالي مقارنة ما بين جذر ظهري وجذر بطني، هتقول له إن الجذر الظهري بيحتوي على آليات حسية، والجذر البطني بيحتوي على خلايا حركية أو ألياف حركية، حلوة قوي. بعدين لو أنا عايزة مثلا أعرف الوظيفة، الوظيفة بتاعت الجذر الظهري هي هياها وظيفة الخلايا الحسية، اللي هي إيه؟ بتاخد الرسالة من أعضاء الاستقبال اللي هو زي الجلد، المناخير، الودان، العين، اللسان، وتودي للنخاع الشوكي والدماغ اللي هو الجهاز العصبي المركزي. إنما الجذر البطني هو فيه خلايا عصبية حركية، فأكيد هياخد الرسالة من الحبل الشوكي والمخ ويوديها للعضلات والغدد. طيب نشيل ده كله. الحتة دي اسمها ايه يا شباب؟ هشاور عليها دلوقتي. دي تبقى ايه؟ عصب، مظبوط، مظبوط، عصب. ليه مختلط؟ علشان في خلية عصبية حسية وفي خلية عصبية حركية، ما دام عندي نوعين من الخلايا يبقى ده عصب ونوعه مختلط، حلو قوي. طيب ايه كمان؟ اتكلمنا عن ده. الكلام اللي انا اتكلمته ده كله اسمه قوس انعكاسي، يبقى الشكل اللي قدامكم ده اسمه القوس الانعكاسي. الانعكاسي ده يا شباب بيكون عبارة عن حاجتين، او ليه نوعين، انواع القوس الانعكاسي. عندي منه نوعين، واحد ارادي وواحد لا ارادي. طيب الارادي ده، ثانية واحدة يا مس، هو قوس انعكاسي، يعني انا لو حطيت ايدي على حاجة سخنة انا فكرت واردت ان انا احرك ايدي، هقول لك لا دي ده امال ازاي ارادي؟ هقول لك ما دام بتحرك عضلة ارادية يبقى اسمه قوس انعكاسي ارادي، لكن هو مش بارادتك، انت حركت عضلة ارادية. العضلات الارادية بتاعتنا دي موجودة فين؟ قال لي موجودة في الجهاز الهيكلي، وده بقى أول حاجة هتاخدها بإذن الله في تالتة ثانوي. الجهاز الهيكلي في الحركة، الدعامة والحركة، ده أول فصل موجود عندك في تالتة ثانوي، أول درس في الإنسان هتاخد الجهاز الهيكلي بالعضلات اللي موجودة فيه والعمود الفقري تاخده، كل الكلام ده هتاخده. واللا إرادي، اللا إرادي زي مثلا العضلات اللي أنا ما بتحكمش فيها، أو الغدد زي عضلة القلب، القلب انت مش بتتحكم فيه ولا بتتحكم في الافرازات بتاعت الغدد. يبقى انا كده قسمت اتنين، انا مش معنى بقول لك ان في واحد ارادي واللا ارادي يبقى انت بتعمل حاجه بارادتك. الاثنين القوس الانعكاسي عموما دي حاجه غير اراديه، لكن انا بقسمها على حسب نوع العضله اللي بتستجيب. ممكن يجيب لك سؤال على فكره، انواع مقسمه حسب ايه؟ مقسمه او الاجابه نوعها ايه، يا اما اراديه يا اما لا اراديه. طيب في مشكله كده؟ نتكلم عليها وهو الجهاز العصبي الذاتي. لا مش هدي الصوت بيقطع، هحدث. كده كويس؟ كده كويس ولا ايه؟
كويس. تمام، نشوف الجهاز العصبي الذاتي. الذاتي ده يا شباب اللي هو القوس الانعكاسي اللا إرادي، عشان ممكن يقول لك الجهاز الباراسمبثاوي أو الجهاز السمبثاوي. أنهي جهاز؟ ده جهاز عصبي ذاتي ليه علاقة بالقوس الانعكاسي اللا إرادي. طيب ايه تاني؟ نشوف بقى الجهاز العصبي السمبثاوي والباراسمبثاوي. اللي يهمني مش اللي مكتوب على فكرة، الكلام اللي مكتوب ده انت تعرف تحفظه، لكن اللي يهمني الاماكن بتاعة خروج الياف السمبثاوي والباراسمبثاوي. ده بصراحة انا لو هحط امتحان هلخبطكوا في ده بصراحة، لو انا هحط امتحان احب احط قوي من الحتة دي. السمبثاوي او الالياف بتاعته بيخرج من منطقة المنطقة الصدرية والمنطقة القطنية للنخاع الشوكي. يعني المنطقة الصدرية اهي، كل المنطقة الصدرية اهي، وادي المنطقة دي المنطقة الصدرية اهي ماشي، وادي المنطقة القطنية. طيب والجهاز الباراسمبثاوي بيخرج برضو من منطقتين، جذع الدماغ وتاني حاجة المنطقة العجوزية. طيب أفرق ما بينهم إزاي؟ مثل لو جالي سؤال وقال لي مثلا أنت داخل في مكان والمكان ده ذات إضاءة خافتة. يعني إيه إضاءة خافتة؟ يعني إضاءة بسيطة جدا. فإيه اللي هيحصل؟ الحدقة بتاعت عينك المفروض بتوسع علشان تاخد إضاءة أكتر، فبالتالي أنت تعرف تشوف. تمام، فأنا هبدأ أعرف إن أنا الحدقة بتاعتي هتزيد، يبقى ده سمبثاوي. حلو قوي. طب السؤال بقى مش هيجي هنا، هيقول لك إيه الألياف العصبية أو أنهي منطقة الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي بيأثر على العين أو بيزيد مساحة حدقة العين. فأنت إيه ده؟ ده السمبثاوي من منطقة صدرية ومنطقة قطنية. يا ترى العين دي بيأثر عليها الألياف بتاعة المنطقة الصدرية ولا المنطقة القطنية؟ هقول لك كل الرسمة اللي انت شايفها قدامك دي بيأثر عليها المنطقة الصدرية، الوحيدة اللي بيأثر عليها القطنية هي المثانة، دي قطنية. يبقى أي سؤال يجي لك عين، قلب، قصبية، غدة عرقية، كبد، جهاز هضمي، غدة قصبية، حاجة في السمبثاوي بيأثر عليها الصدري، مع حاجة واحدة بس وهي المثانة القطنية. طب الباراسمبثاوي اقول لك كل بيأثر عليه الجذع بتاع الدماغ، ومنطقة واحدة بس اللي بيأثر عليها العجوزية. مين هي؟ برضو المثانة. يبقى المثانة بتتأثر بحاجتين، عجوزية وقطنية. طب امتى يا مس اختار عجوزية وامتى اختار قطنية؟ لو قال لي يبقى قطنية، لو قال لي منقبضة تبقى عجوزية. طب امتى يمس في العين اختار جذع الدماغ وامتى اختار المنطقة الصدرية؟ لو الحدقة بتاعة العين واسعة تبقى منطقة صدرية، لو ضيقة يبقى جذع الدماغ، وهكذا. اي حاجة بعكسها في اللي بعدها. يبقى ازاي افكر في السؤال؟ اشوف بيقول لي القلب نبضاته بتزيد في السمبثاوي. حلو، طب السمبثاوي ده ليه منطقتين صدرية وقطنية، قلنا مثانة بس، يبقى أكيد الصدرية هي اللي بتأثر في القلب ما دام بيزيد. طب سؤال تاني يقول لي الجهاز الهضمي أو مثلا انقباض الحويصلة الصفراوية اللي هو ليه عبد انقباض حويصلة صفراوية. يا مس ده الباراسمبثاوي. الباراسمبثاوي ده موجود في منطقتين، جذع الدماغ. طيب يبقى بيأثر، قلنا العجوزية ليها علاقة بس بالمثانة، يبقى جذع الدماغ. دي طريقة التفكير بتاعة الامتحان، لو مفكرتش كده هتحل غلط. صوت بيقطع عند كله ولا انت؟ طب الكلام مفهوم ولا اللي هو بيقطع مش فاهمين؟ طب هقوله تاني، هحدث واقوله تاني. هقول تاني يا شباب، بصوا
كله زي العنقية مثلا. لا، العنقية ملهاش علاقة بالباراسمبثاوي ولا السمبثاوي. تاني يا شباب، أنا بتكلم دلوقتي عن الجهاز العصبي الذاتي. في حاجتين، جهاز عصبي سمبثاوي وجهاز عصبي باراسمبثاوي. السمبثاوي والباراسمبثاوي أنا مش عايزة أتكلم عن الوظائف بتاعتهم لأنها كده كده محفوظة. السمبثاوي العين الحدقة بتاعتها بتتسع، كل الحاجات اللي ليها علاقة بالجهاز الهضمي بتقل، يعني إفرازات الغدد اللعابية بتقل، القناة الهضمية بتنبسط، مثلا البنكرياس بينقص إفرازات بتاعته، الكبد أو الكبد اللي هو بيكسر الجلايكوجين بتاعه، كل الحاجات دي، المثانة بتنبسط. يبقى كل الحاجات دي إحنا عارفينها، بنعكسها بقى في الباراسمبثاوي. يبقى الكلام ده محفوظ، فانا مش هقعد اتكلم فيه. ايه اللي انا هتكلم فيه او انا اتكلمت اصلا فيه؟ هتكلم في المناطق، لان هو يحب قوي يلخبطك في المناطق. يجيب لك سؤال عادي جدا تحس ان هو بسيط، يقول لك حدقة العين بسبب ان في نور كتير قوي في المكان ده. تمام، فانت تعرف ان هو باراسمبثاوي، ما دام الحدقة ضاقت يبقى ده باراسمبثاوي. طيب، يقول لك بقى انهي الياف بتأثر في العين؟ جذع الدماغ، المنطقة العجوزية، منطقة السطر أو المنطقة الصدرية، والمنطقة القطنية. فأنت تتلخبط، أنا نسيت. يبقى لازم نعرف الباراسمبثاوي بيأثر أو على ألياف حاجتين، جذع الدماغ والمنطقة العجوزية. السمبثاوي منطقتين، منطقة الصدرية والمنطقة القطنية. كل الممرات الهوائية والجهاز الهضمي بيأثر في حاجتين، جذع الدماغ والمنطقة الصدرية. طب أفرق ما بينهم إزاي؟ هو هيقول لك يا اما تتسع يا اما تضيق، يا اما تنقبض يا اما تعرف انهي جهاز ومن انهي جهاز بتلاقي الاجابه. طيب، المنطقه العجوزيه والمنطقه القطنيه ليهم علاقه بالمثانه. طيب، امتى اختار يا مس عجوزيه وامتى اختار قطنيه؟ برضو على حسب ما يقول لك، تنقبض ولا تنبسط. لو تنبسط فهي قطنيه، ولو تنقبض فهي عجوزيه. فل كده؟ فل. طيب، احنا كده خلصنا الحمد لله، الحمد لله مراجعة كل المنهج. طيب، ايه بقى اللي احنا هنعمله في الحصة الجاية؟ الحصة الجاية اللي هي الساعة 10 بإذن الله، تمام؟ سؤالين، احنا هنحل أسئلة كتيرة أوي الساعة 10. انا هقول لك اهو، هنحل الساعة 10 أسئلة كتيرة أوي. ف دي علشان الأسئلة هتكون مهمة، هنكون كل سؤال هنقعد نحل فيه هنشرحه، تمام؟ مش هسيبكم خارجين منها الا لما انتوا خلاص كده تقولوا لي يا مس احنا هنقدر نروح الامتحان ونحل كل حاجة، تمام؟